بسم الله الرحمن الرحيم. 4/2/2016 ريف إدلب الشمالي. نحن الآن داخل قرية كفتين الدرزية في ريف إدلب الشمالي. منذ الصباح قام الطيران الحربي الروسي بتنفيذ غارتين جويتين على هذه القرية، والأول مرة في تاريخ الثورة السورية الطيران الحربي الروسي ينفذ غارة جوية على قرى الدرزية في ريف إدلب الشمالي. كما تلاحظون دمار في المباني السكنية للمدنيين،